صباح النور مشاهدينا، واهلا وسهلا بكم الى القسم الثاني من صباح النور لليوم. مع تردي الوضع الاقتصادي في بعض الدول، يطالب البعض بعدم نشر اي صور للموائد الرمضانيه على مواقع التواصل. فمتى يمكن نشر هذه الصور ومتى يجب ان نتجنب ذلك؟ الجواب ياتينا مع الاختصاصيه في علم الاجتماع دكتور فاديه ابراهيم. صباح النور دكتور. صباح النور، اهلا. يسعد صباحك واهلا وسهلا بك معنا. بدايه دكتور، يعني هل بالفعل يعتبر ما نشر الصور ومشاركتها مع الاصدقاء على مواقع التواصل امرا شخصيا ام هو شكل من اشكال التظاهر او التباهي؟ ظهرت في الاونه الاخيره ظاهره انتشار الصور الطعام بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وحقيقه يعني لا نعرف ماذا يشعر الاشخاص الذين يقوموا بتنزيل صور الطعام، لكن أغلب الدراسات يعني الاجتماعية والنفسية أظهرت نتائج غير سارة للأشخاص الذين يقوموا بتنزيل صور الطعام. أظهرت أن هؤلاء الأشخاص يعانوا من اضطرابات سلوكية ونفسية، وهم بحاجة للمساعدة ويحتاجوا إلى قدر كبير من الثقة بالنفس ليتخلصوا من هذه العادة. فبعض الأشخاص يروا أنه أمر عادي طبيعي، والأغلب لا، يروا أن هذا الشيء سلبي ويجب إيقافه وعدم الاستمرار فيه. نعم، طيب دكتور، يعني سنأتي للحديث عن شخصية من يقوم بتنزيل هذه الصور، ولكن بالنسبة لمن لا يتلقاها، كيف يمكن أن تسبب هذه الصور، وبالرغم من عفويتها في كثير من الأحيان أو في بعض الأحيان بالتسبب بأذى للآخرين؟ نحن نشاهد صور الطعام أو الطعام في كل مكان، لماذا يعتبر على وسائل التواصل الاجتماعي أكثر أذى؟ أكيد المتلقي رح يشعر بالأذى إذا كان مثلا فقيرا أو لا يملك الكثير من الطعام، فسيشعر بظاهرة الخوف من الفقدان. كثير من الأشخاص عندما يرون الأطعمة الغريبة والأطعمة الشهية يعني يشعروا بشيء من الخوف، لأنهم لم يجربوا هذه الأطعمة، كحالة نفسية يعني، أو أنه فاتهم الكثير أو لم يعيشوا تجربة الطعام الكافية. وأنت تعرفي نحن مجتمعات تهتم جدا بالطعام. أيضا قد تجرح شعور الفقراء والمحتاجين الذين لا يستطيعوا أن يؤمنوا قوتهم اليومي أو لا يستطيعوا أن يتناولوا كل ما يريدون. أيضا يصبح هناك طابع استهلاكي للطعام، دائما نرى صور الطعام فنتشجع أو تصبح شهيتنا أكثر يعني اندفاعا لهذا النوع من الطعام، فنذهب لإحضاره من السوق أو نقوم بإعداده في المنزل، فيصبح شيء استهلاكي. أيضا شيء غير صحي، لأنه كثرة تناول الأطعمة والتعرف على أطعمة جديدة وأغلب الأطعمة التي تنزل يعني يقوم تنزيلها عبر مواقع التواصل الاجتماعي غير صحية، فتؤثر على صحتنا إن قمنا بتناولها. نعم دكتور، ذكرتي كلمة صادمة نوعا ما، قلت أن من ينشر هذا النوع من الصور هو يعاني ربما من نوع من أنواع الاضطراب النفسي، وجاء بخاطري شيء، درج مؤخرا تحميل الفيديوهات، ليس فقط الصور، الفيديوهات لأشخاص يتناولون كميات ضخمة من الطعام. أخبرينا عن الخلل النفسي الذي قد يكون موجود لدى هؤلاء. في الدراسات النفسية والاجتماعية حاولوا الدفاع عن هؤلاء الأشخاص وإيجاد مبررات لهم، لكن للأسف لم نوجد أي مبررات إيجابية إلا في حالات إذا كان مثلا من ينزل يقوم بتنزيل الصور هو شيف اختصاصه ومهنته ووظيفته هذا الشيء، أو مثلا سيدة تقوم بترويج للأطعمة، تقوم يعني بالإتجار بالطعام من منزلها أو بالأعمال المنزلية كنوع من الدعاية، هؤلاء أشخاص مبرر لهم، أما الآخرين غير مبرر أبدا. فإما أن يكون شيء من التباهي والتفاخر، يريد أن يقول أنا أملك المال وأستطيع أن أشتري ما لذ وطاب من الأطعمة، وأيضا يفسر من بعض الأشخاص بأنهم أشخاص حديثي النعمة، يعني لا داعي لنشر صور ماذا تناولت على طعام الغداء أو طعام العشاء، هذا شيء لا يعنينا، يخصك وحدك، فنحن غير مهتمين أبدا بالمشاركة. أيضا في إشارة أيضا سلبية اللي هي الفراغ، يعني فراغ المحتوى عند الشخص الذي ينزل صور طعام، فهي تكون
أقصى اهتماماته. في الغالب الأشخاص بينزلوا أقصى اهتماماتهم أو أهم اهتماماتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، فإذا كان الشخص أهم اهتماماته أقصاها هي الطعام، فهذا شخص لا يملك محتوى، هو شخص يعني فارغ المحتوى ويقدم أشياء سطحية وبسيطة. لذلك أثبتت كل الدراسات يعني، وعذرا للأشخاص يعني الذين يقومون بتنزيل صور الطعام، أنهم يعانوا من خلل نفسي وسلوكي، وهم عديمي الثقة بأنفسهم وبحاجة إلى المساعدة. طيب دكتور، إذا كانوا يحملون كل هذه الصفات من يقومون بنشر الصور، هي تؤمن لهم نشر هذا النوع من الصور، يؤمن لهم علاج نفسي نوعا ما أو راحة نفسية معينة، ما هي الآثار السلبية التي قد يسببها هذا الاضطراب في حال تمنعهم عن نشر الصور أو عدم الحصول على تفاعل مرضي بالنسبة لهم؟ يجب أن يبحثوا عن محتوى آخر غير صور الطعام، لأنه الطعام ليس شيء مهم، ونشر صور الطعام أو ماذا تناولت اليوم شيء لا يعني الآخرين ولا يؤثر ولا يغير يعني فيهم وفي سلوكياتهم، فلا داعي لنشر هذه الصور. وأي شخص يعني كان غائب عن هذه المعلومة أو لا يعرف هذه المعلومة أو التفسير وراء هذه المعلومة يجب أن يعرفها ويبحث عن أسباب ليتخلص من هذه العادة التي أجمع يعني الأغلب بيجمع على أنها عادة سيئة وغير يعني غير مقبولة، هي عادة مستفزة ومنفرة وفيها كثير من الرياء والمفاخرة والتباهي، يعني أغلبها سلبية عند الغالب، تعطي انطباع سلبي عن الأشخاص، فيجب أن يبتعدوا عنها، ولو ابتعدوا عنها يعني يبحثوا عن محتويات أخرى. لا أعتقد أنه يضرهم بشيء إذا توقفوا عن نشر صور الأطعمة. نعم دكتور، استثنيت الطهاة من نشر الصور، أن بإمكانهم نشر الصور ويعتبر الأمر لديهم عاديا، بعض النساء أو ربات المنازل يتبادلن الوصفات، وصفات الطعام وتحضيرها خلال، خاصة ينشط هذا النشاط في خلال شهر رمضان، هل هناك حالات يعتبر فيها نشر هذه الصور أمرا عاديا وغير مستفز؟ نعم، الأشخاص الذين المصرح لهم بنشر هذه الصور كما ذكرت الطهاة، لأن هذا مجال تخصصهم وإبداعهم وهذا عملهم، فمن حقهم يعني أن يعرضوا إنجازاتهم للآخرين، أيضا من حقهم أن يعرضوا الوصفات ليستفيد الآخرين. ولا ننكر أن تبادل الصور والوصفات على مواقع التواصل الاجتماعي أثرت المطبخ يعني وغيرت وجددت فيه، فأصبحنا نتعرف على وصفات جديدة وعلى أطباق طعام جديدة وغيرت أصلا سلوكنا الغذائي يعني وطريقة تناولنا للغذاء، هذه حقيقة لا نستطيع إنكارها. أيضا الدعاية لبعض المطاعم أو بعض ربات البيوت العاملات في مجال إعداد الأطعمة وبيعها بشكل منزلي، أيضا هذا فتح فرصة لمشاريع صغيرة لبعض السيدات وتحقيق بعض المردود المالي وهذا جيد. أما شخص أنت ليس لك علاقة أصلا بالطعام، أنت شخص عادي تعمل في أي مجال، انشر يعني إبداعاتك وإنجازاتك في المجالات الأخرى التي أنت مختص فيها، أما نشر صور الطعام بدون أي مبرر أو أي سبب لا، شيء يعني سلبي وغير محبب. طيب دكتور، تحدثنا عن من ينشر هذه الصور، أخبرينا عن من يتلقاها، أليس يعني غريبا أن يكون الأشخاص بهذا الضعف أن تؤثر عليهم صورة وتجعلهم يقارنون أنفسهم بالآخرين، ألا يجب أن تكون لديهم بعض المناعة ضد هذا النوع من التأثير؟ يعني نحن نشاهد، معناتها لا ينبغي مشاركة صور السيارات أو صور المنازل أو صور هنا، ألا توجد مشكلة أيضا؟ هو يعني الطعام مختلف عن السيارات وعن البيوت وعن المنازل وأنواع التباهي الأخرى، لأن الطعام يعني هو غريزة، فالنفس الإنسانية تشتهي، يعني حتى أنا مثلا عندما أستخدم حمية غذائية وأنظر إلى الصور أشعر بالجوع فأذهب وأتناول الطعام، أو بعض الأطباق أنا لا أفكر فيها تماما ولم تخطر في بالي، أشاهدها عبر مواقع التواصل الاجتماعي يصبح عندي رغبة بتناولها فأذهب لإحضارها من السوق أو أعدها في المنزل، وهذا طبعا يحتاج إلى وقت ويحتاج إلى جهد ويحتاج إلى مال، يعني التحصين صعب خصوصا للفقراء والمحتاجين الذين يرون هذه الأشياء ولا يستطيعون تحصيلها. نعم، إذا وهذا ظاهرة في، تفضل يا دكتور. هي في ظاهرة نفسية هي اسمها الخوف من الفقدان، بعض الأشخاص الذين يروا أنواع الطعام يقرروا أنه هم في حالة من الخوف لأنهم لم يجربوا أشياء كثيرة في حياتهم، فيصبح لديهم شعور سلبي يعني وشعور سيء اتجاه هذا الموضوع ويؤثر فعلا في نفسياتهم.
طيب دكتور، إذا كان استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ونشر صور الطعام وغيرها تؤدي إلى دور سيء أو سلبي تجاه الأوضاع السلبية والآن الاقتصادية في كل مكان، كيف يمكننا استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بصورة أخرى إيجابية للتخفيف من هذه الآثار؟ ممكن عمل مبادرات لمساعدة الفقراء، يعني مشاركة الأطباق، عمل مجموعات لتبرع بالأطباق الطعام، سيدات البيوت مثلا إذا كانوا قادرات على إعداد طعام للفقراء وللمحتاجين خصوصا في شهر رمضان المبارك، هذا شيء جميل وإيجابي. في هناك العديد من الطرق يعني لتحويل هذه الظاهرة لشيء إيجابي. ممكن أيضا إعداد وصفات بشكل مبسط ليس للتباهي والتفاخر، مساعدة ربات البيوت مثلا لاقتراح بعض الأطباق على مائدة الإفطار في شهر رمضان، ويمكن يعني من غير صور، يعني صعب من غير صور، بس بطريقة مبسطة وما فيها تفاخر أو تباهي، فهذا يكون جيد. نعم، وبالنسبة لمتلقيها يعني هذه الصور أو هذا النوع من المنشورات بماذا تنصحينهم؟ الأشخاص الذين يعني يقوموا بتنزيل صور للطعام بشكل مستمر وكل يوم وبشكل يعني كبير ومبالغ فيه، عدم متابعتهم يعني هذا أفضل شيء ممكن نعمله، نتجنب أيضا مشاهدة مثلها يعني مثل تلك الصور، خصوصا الأشخاص الذين يتبعوا نظام صحي، الذين يعملوا حمية غذائية، الذين يحاولوا مثلا التوفير في مصروفات المنزل، ونحن نعرف في جائحة كورونا الأوضاع الاقتصادية يعني أصبحت سيئة عند الكثير من العائلات، فمتابعة يعني الأشخاص الذين التوقف عن متابعة الأشخاص الذين يقوموا بعرض هذه الصور هو أفضل طريقة. يعني نتمنى أن تكون هذه النصائح قد أفادت متابعينا. شكرا جزيلا لك الاختصاصية في علم الاجتماع دكتور فادية إبراهيم، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدين